انا عايز اعيد تاني تويتة الكابتن خالد بيومي، وكلام مهم جدا لان ده يثير شكوك كبيرة جدا جدا جدا. يعني قال لك اللجنة المؤقتة، اهو يا سعيد بص معايا، اللجنة المؤقتة في حيثيات العقوبات لماتش السوبر اكدت انها استندت الى شريط المباراة وبعض اللقطات عفوا اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة. وابو سؤالي اللي هو سؤال مين؟ سؤاله هو كابتن خالد بيومي لرئيس القنوات اللي هو مين؟ يعقوب السعدي، اكد لي انه لم يعطي اي مسؤول في اللجنه لا شريط ولا لقطات، ولذا هذا البند عاري تماما من الصحه. اذا قنوات ابو ظبي اهي بتنفي ان احنا ادينا اي اشرطه للمباراه لاي حد، وما اعتمدتش على، يبقى ده الراجل ده بيقول ان هو ما اعتمدش على فيديوهات ابو ظبي، واعتمد. امال اعتمدوا على ايه بقى؟ اعتمد على الصوره اللي انت عرضتها يا امير. هو كان موجود في الملعب، شفت الصوره، شفت حاله الغضب اللي هو كان فيها اتجاه كهربا. هو اعتمد على الحاله دي والمشاعر اللي هو شافها بنفسه في الملعب، وبناء عليها بنى رؤيته وموقفه من بدري. يعني كان واضح قوي ان الراجل الغضبان من كهربا واللي بيحضن وبيحتفل مع شيكابالا انه بنى موقفه هنا في اللقطه دي من خلال وجوده هو على ارضيه الملعب، مش من خلال الفيديوهات اللي تم ان هو ادعى ان هو رجع لها. دي فيديوهات هو بنى موقفه هنا هنا، مش بفيديوهات ابو ظبي زي ما هو ادعى، وزي ما كابتن خالد بيومي كشف الحقيقه دلوقتي حالا. هو بنى موقفه في اللقطه دي وفي المشاهد دي وفي الصوره، وفي الصوره اللي ظهر فيها بيعامل كهربا بطريقه سيئه جدا. شوف واضح جدا ان مشاعره، ان مشاعره صادقه صادقه في ان هو بيحتفل فعلا، ان هو بيحتفل كمشجع زملكاوي باسم الله. ده بيقول له وش حلو، بيقول له وش حلو، واحتفال مش طبيعي. يعني بصراحه عار جدا ان يكون على راس منظومه كبيره زي الكوره المصريه شخص بينتمي ويحتفل مع نادي بالشكل ده. لازم يتم اعاده النظر بشكل كامل يعني في الموضوع.